تصدى عدد من المواطنين العرب للزيارة الاستفزازية التي قام بها أعضاء الكنيسة عن اليمين المتطرف برفقة مستوطني منظمة رجيفيم التي طرحت ما أسمته غزو البدو لأرض الدولة والحاجة لإنفاذ القانون والتحكم في النقب. האוכלוסייה הבדואית היא חלק ממדינת ישראל, תושבי ישראל. צריך בהחלט להשקיע כאן בחינוך, ברווחה. אנחנו כשהיינו שרים בממשלה, כל אחד מאיתנו השקיע גם בחינוך, גם ברווחה, גם בתעסוקה. כן, בעיניי צריך להילחם בתופעת הפוליגמיה. אני לא חושבת שלאף אישה מגיע להיות אישה שנייה. في هذا المكان الذي جاءت إليه هذه الجوقة من المحرضين العنصريين الفاشيين نقف بقرب مقبرة اللاكية. في هذه المقبرة هنالك الدليل والشاهد على الحق التاريخي لأهلنا في اللاكية وأهلنا في النقب منذ آلاف السنين. هؤلاء هم الغزاة، هم المعتدين، نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الوطن، نحن أصحاب هذه الأرض. بدلا من أن يناقشوا الواقع المأساوي، قرى غير معترف بها، لا توجد فيها شوارع ولا كهرباء ولا ماء لا توجد خرائط هيكلية، يناقشوا كيف من خلال تنظيم متطرف يسمى رجفيم التحريض الدموي ضد العرب في النقب، كأنهم هم المعتدين، هم المغزاة، هم الذين يقومون بخرق انتهاك القانون. الحق في المسكن هو حق مقدس، كل القوانين تؤكد على ذلك، كل المواثيق الدولية تؤكد على الحق في المسكن. من ينتهك ويسلبنا الحق في المسكن هي هذه المؤسسة اليمينية المتطرفة. جاءت الزيارة عشية إعلان وزير الاقتصاد والصناعة المسؤول عن سلطة توطين البدو رئيس حزب العمل عمير بيرتس عن نيته تجميد أوامر الهدم، ما أدى إلى حملة تحريضية وعنصرية واسعة النطاق. هذه هي جمعية رجفيم اليوم تزور النقب واللاجئ تحديدا، جاءوا إلى هنا ليحرضوا علينا، جاءوا إلى هنا ليثبتوا أنهم يعني موجودون على الساحة، ما زالوا جمعية عنصرية بكل المقاييس. هم يعني يعيشون في بيوت غير مرخصة، هم يعيشون في 14 من كبار مسؤولي رجفيم من 15 موجودون في بيوت بدون ترخيص، في سواء في الضفة أو في القطاع، يصادرون الأرض الفلسطينية ويبنون بيوتهم عليها، ونحن متهمون وكأننا يعني غزاة في وطننا. يعني هذه الأرض هي أرض أهل اللقي، مستوطنة متار موجودة على 8000 مواطن فيها، 39000 منطقة النفوذ تبعها، اللقي 15000، 6000 دونم منطقة النفوذ تبعها، ومع كل هذا جاءونا ليبثوا العنصرية. المتظاهرون رفعوا شعارات بينها الهدم ليس حلا، ويجب الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف كقرى زراعية، وقاموا بمواجهة الوزراء السابقين المسؤولين عن هدم 10000 بيت لعرب النقب في فترة سيطرتهم على ملف البدو، مع الحقائق بأن عرب النقب هم أصحاب الأرض.